بكالوريوس هي مقدمة لعلم الطفيليات الطبية لطلاب المرحلة الثانية قسم الصيدلة في كلية المنارة العلوم الطبية. علم الطفيليات الطبية هو دراسة الكائنات الحية التي تتطفل على الإنسان. بناء على هذا التعريف، الفيروسات والبكتيريا والفطريات والبروتوزوا والميتازوا كلها هي تتطفل على الإنسان. إذا تدرس في علم الطفيليات الطبية، ولكن الحقيقة الفيروسات والبكتيريا والفطريات تدرس في حقل متخصص ومستقل اللي هو حقل الميكروبيولوجي. إذا حقل الباراسيتولوجي يتضمن دراسة البروتوزوا، الهيلمنس أو الديدان، والأرثروبودز أو مفصليات الأرجل. ما هو الطفيلي؟ باراسايت. باراسايت هو كائن حي يعتمد على كائن حي آخر اللي هو الهوست أو المضيف لأغراض التغذية والبقاء والتكاثر، وأيضا يعاني من تطور داخل ذلك المضيف. نقصد بكلمة تطور داخل ذلك المضيف أنه ينتقل من مرحلة نمو إلى مرحلة نمو أخرى. عادة كلمة باراسايت تقال للكائنات الحية وحيدة الخلية اللي هي البروتوزوا والديدان اللي هي طفيليات متعددة الخلايا. تصنيف الطفيليات، هناك عدة أنظمة لتصنيف الطفيليات، ولكن في هذه المحاضرة راح نتناول تصنيفها من حيث طبيعة الإصابة. اعتمادا على ذلك تصنف إلى إكتوباراسايت وإندوباراسايت وفري ليفينج باراسايت. بالنسبة للإكتوباراسايت هو الطفيلي الخارجي اللي يتطفل على سطوح جسم المضيف بدون اختراق أنسجته. مثال عليها هي اللايس أو القمل، تيكس أو القراد، أنت مايتس أو الحلم اللي مثال عليه حلم الجرب مسبب مرض الجرب. في هذه الحالة لا نصطلح على هذه الطفيليات أو الإصابة بهذه الطفيليات infection، بدلا من ذلك نصطلح عليها infestation اللي هي إصابة بالطفيليات الخارجية الإكتوباراسايت. النوع الثاني من الطفيليات هو الإندوباراسايت اللي هي الطفيليات الداخلية. هذه الطفيليات ما تتطفل على سطوح جسم المضيف، ولكن تخترقها إلى داخل الأنسجة الداخلية اللي هي lives within the body of the host. مثال عليها هي معظم البروتوزوا والديدان هي طفيليات إندوباراسايت، أي طفيليات داخلية. في هذه الحالة نصطلح عليها infection. أما بالنسبة للإكتوباراسايت قلنا نصطلح عليها infestation. النوع الأخير هو free living parasites اللي هي طفيليات حرة المعيشة. هذه الحالة هي الأطوار غير المتطفلة من نفس الطفيلي. نفس الطفيلي الطور غير المتطفل منه مثال عليه هو الطور الكيس. طور الكيس هو طور غير متطفل، مثال عليها الطور الكيسي للنجليريا فاولري. اللي يهمنا من دراسة الطفيليات الطبية هي الإندوباراسايت أو الطفيليات الداخلية، لذلك نتكلم بالتفصيل عن تصنيف هذه الطفيليات. تصنف إلى عدة أصناف، أولها هو الأوبليجيت باراسايت اللي هي الطفيليات الإجبارية. نسميها إجبارية لأنه لا يمكن أن تعيش بدون وجود المضيف، cannot exist without a host. مثال عليها التوكسوبلازما غونداي والبلازموديوم. الفاكولتاتيف باراسايت اللي هي الطفيليات الاختيارية، يعني ممكن تعيش بوجود المضيف أو عدم وجوده. إذا كان موجود المضيف تعيش بشكل طفيلي، وإذا لم يوجد المضيف تعيش بشكل حر free living form. مثال عليها هي النيجليريا فاولري اللي سبب إصابة الدماغ. هذه هي بالأساس تعيش بشكل حر، لكن ممكن في ظروف خاصة تسبب إصابة للدماغ. النوع الآخر هو الأكسيدنتال باراسايت اللي هو الطفيلي العرضي أو الطفيلي بالمصادفة، اللي هو يصيب مضيف غير اعتيادي، يعني مو المضيف اللي يصيبه بالعادة، لذلك يسمى طفيلي عرضي. النوع الآخر هو الأبيرنت أو الوندرينج
parasites اللي هي طفيليات نقدر نقول التائهة أو المتجولة. هذه تصيب المضيف بحيث لا تستطيع التطور إلى مرحلة أخرى. In fact, the host where they cannot develop further. مثال عليها التوكسوكاراكانس اللي هي dog ringworm اللي هي نوع من الديدان اللي يصيب الكلاب بالعادة، لكن يصيب الإنسان بشكل غير متوقع ولا يستطيع التطور إلى مراحل نمو أخرى. بعد أن تكلمنا وعرفنا شنو المعنى من باراسايت، نتكلم عن الهوست المضيف. المضيف هو كائن حي اللي يحمل بداخله الباراسايت أو الطفيلي ويوفر له التغذية والحماية ويكون عادة أكبر من الطفيلي. مثل ما صنفنا أنواع الطفيلي، أيضا يمكن تصنيف أنواع المضائف، فبالاعتماد على طريق طبيعة العلاقة بين الطفيلي والمضيف ممكن تصنيف المضيف إلى عدة أنواع. أولها هو الديفينيتيف هوست أو المضيف النهائي. هذا المضيف يوجد فيه الطفيلي بالطور البالغ الأدولت باراسايت، ويعاني من التكاثر الجنسي داخل هذا المضيف. مثال عليها الملاريا كطفيلي يوجد داخل البعوض، فطفيلي الملاريا يوجد بالطور البالغ ويحدث فيه التكاثر الجنسي للطفيلي داخل المضيف. الانترميديت هوست هو لا يوجد فيه الطفيلي البالغ، توجد فيه الطور اليرقي ويحدث فيه التكاثر اللاجنسي الاسكشوال ريبرودكشن للطفيلي يحدث داخل هذا المضيف. اذا فرق بين الانترميديت والديفينيتيف هوست، بالديفينيتيف هوست يوجد الادولت ويحدث التكاثر الجنسي، بينما بالانترميديت هوست يوجد اللارفال ستيج ويحدث الاسكشوال ريبرودكشن. النوع الاخر من انواع المضائف هو الباراتينيك هوست او الترانسبورت هوست يسمى احيانا، اللي هو المضيف الناقل. هذا المضيف غير ضروري لدورة حياة الطفيلي، يعني لا يحدث فيه تكاثر جنسي أو لا جنسي. ما يحدث بالحقيقة في هذا المضيف هو فقط نقل العدوى أو نقل الإصابة إلى مضيف آخر. Only transmits the infection to another host. المضيف الخازن reservoir host اللي هو يحمل الباراسايت أو الطفيلي ويعمل كمصدر مهم للعدوى لإصابة المضائف الحساسة لهذا الطفيلي. مثال عليها الكلاب هي المضيف الخازن أو reservoir host لمرض الأكياس المائية. النوع الأخير هو الأكسيدنتال هوست أو المضيف العرضي. اللي يحدث بهذا المضيف أن الطفيلي بشكل طبيعي لا يوجد في هذا المضيف. بالحالة الطبيعية المضيف لا يصاب بهذا الطفيلي. مثال عليها الإنسان هو المضيف العرضي لمرض الأكياس المائية اللي هو سيستيك إشنوكوكسيكوسيس. العلاقة بين المضيف والطفيلي تصنف إلى عدة أصناف، اللي هي السيمبيوسيس أو التكافل، كمونسالزم أو المؤاكلة، والباراسايتزم أو التطفل. اللي يخصنا في هذه المحاضرة هو الباراسايتزم. نجي على علاقة. السيمبيوسيس أو التكافل، كلا المضيف والطفيلي يعتمدون على أحدهما الآخر. المضيف والطفيلي يعتمدون على أحدهم الآخر. لا الطفيلي ولا المضيف يعاني من الضرر بسبب هذه العلاقة. أما بالنسبة لعلاقة المؤكل اللي هي الكومنسالزم، الطفيلي يستفيد من المضيف لكن المضيف لا يتضرر. إذن الطفيلي يستفيد من المضيف لكن المضيف لا يتضرر بسبب هذه العلاقة. إذن شلون ميزها بينها وبين السيمبيوسيس أو التكافل؟ بالتكافل المضيف والطفيلي
يستفيدون سوية، بينما بالمعاكلة الكومنساليزم الطفيلي يستفيد لكن المضيف لا يستفيد ولا يتضرر. إضافة إلى ذلك أن الكومنسال أو الكائن المعاكل اللي هو الطفيلي له القابلية على المعيشة الحرة أو المستقلة عن المضيف. النوع الآخر اللي خصنا في هذا الكورس اللي هو علم الطفيليات الطبية هو علاقة التطفل الباراسايتزم أو التطفل الحقيقي، اللي هو بهاي الحالة الطفيلي يستفيد من المضيف وفي نفس الوقت المضيف يتضرر. في هذه الحالة الطفيلي غير قادر على الحياة المستقلة عن المضيف، يكون بشكل إجباري معتمد على المضيف. دورة حياة الطفيلي تكون على نوعين. النوع الأول هو Direct Life Cycle أو دورة الحياة المباشرة، اللي بهاي الحالة الطفيلي يحتاج إلى مضيف واحد فقط ليكمل دورة حياته. مثال عليها طفيلة انتمي بهستلايتيكا أو الأميبا الحالة النسيج تحتاج إلى الإنسان فقط، لا تحتاج إلى مضيف آخر. فقط في الإنسان تتطور من الطور الكيسي إلى طور البالغة وتكمل دورة حياتها أو دورة المرض. أما الإنديركت لايف سايكل أو دورة حياة غير المباشرة، الطفيلي يحتاج إلى مضيفين أو أكثر لإكمال دورة حياته. مثال عليها طفيل الملاريا يحتاج إلى مضيفين اللي هو الهيومن أو الإنسان، والبعوض يحتاج إلى مضيفين. في هذه الحالة الطفيلي يحتاج إلى مضيفين لإكمال دورة حياته، لذلك نسميها دورة الحياة غير المباشرة. مصادر الإصابة بالطفيليات أو كيف يصيب الطفيلي المضيف. أولاً contaminated soil and water، التربة والماء الملوثين هم مصدر مهم من مصادر الإصابة. أمثلة عليها قد تكون التربة ملوثة بالبيوض المخصبة، مثال عليها بيوض الديدان مثل الراوند ورم والويب ورم اللي تكون بيوضها موجودة بالتربة. هاي التربة تكون ملوثة عن طريق البراز، وعند هضم الأغذية الملوثة بهذه التربة تنتقل البيوض إلى داخل المضيف وتبدأ الإصابة. الشكل الثاني من الأشكال هو قد تكون الأشكال المعدية للإنفكتيف فورمز من الطفيلي موجودة في الماء، وعند شرب الماء الملوث أيضا تبدأ الإصابة. مثال عليها أكياس الأميبا والجيارديا، هاي الطفيليات الابتدائية. قد لا يحتوي الماء على الطفيلي نفسه، قد يحتوي على المضيف الوسطي لهذا الطفيلي. قد يحتوي على المضيف الوسطي لهذا الطفيلي، وعند شرب الماء الملوث بالمضيف الوسطي يتحرر الطفيلي ويبدأ الإصابة. أيضا قد تخترق اليرقات هذا الطفيلي الموجودة في الماء، تخترق الجلد وتبدأ الإصابة. أيضا الطفيليات حرة المعيشة في الماء قد تدخل مباشرة من خلال المناطق المعرضة لهذا الطفيلي. المصدر الثاني من مصادر الإصابة هو الطعام، ويكون الطعام مصدر الإصابة بطريقتين. الأولى هو تناول الطعام الملوث بالطور المعدي للطفيلي، مثال عليها تناول الطعام الملوث بأكياس الأميبا والتوكسوبلازما والشينوكوكس. الطريقة الثانية هو تناول الأطعمة غير المطبوخة بشكل جيد، مثال عليها لحوم الخنزير المحتوية على طور المعدي اللي هو طور اليرقة للدودة الخنزيرية اللي هي تينيا سوليوم. النوع الأخير من مصادر الإصابة هو النواقل vectors، والناقل هو كائن حي عادة يكون من مفصليات الأرجل، ينقل الطفيلي أو العدوى الطفيلية من الإنسان إلى الإنسان أو من الحيوان إلى الإنسان. مثال عليها أنثى بعوض الأنوفيلس
عندما تنقل الملاريا أو طفيل الملاريا إلى الإنسان، فبذلك هي تكون فيكتور أو ناقل للملاريا. وهذه النواقل تكون على عدة أنواع. النوع الأول هو البيولوجيكال أو الترو فيكتورز، اللي هي النواقل البيولوجية أو نسميها النواقل الحقيقية. في هذه الحالة الناقل لا ينقل فقط المرض، لا يساعد فقط في نقل الإصابة، لكن طفيلي يتكاثر في داخل هذا الناقل. مثال عليها الملاريا هو ناقل حقيقي أو ناقل بيولوجي biological or true vector للملاريا، لأنه الملاريا البعوض لا ينقل فقط مرض الملاريا، لكن طفيل الملاريا يتكاثر داخل البعوض. الناقل الميكانيكي هو الناقل أو العامل الناقل الذي يساعد في نقل الإصابة، لكن الطفيل لا يتكاثر داخله، أي يكون في هذه الحالة الناقل غير ضروري لدورة حياة الطفيلي، not essential in the life cycle of the parasite. مثال عليها هو الذباب المنزلي عندما ينقل مرض الأميبياسيس أو الزحار الأميبي. في هذه الحالة طفيل الأميبا لا يتكاثر داخل الذباب المنزلي، ويكون دور الذباب المنزلي هو فقط نقل الإصابة. النوع الآخر من النواقل هو الكارير أو الحامل، واللي بالعادة هو يكون إنسان. هذا الإنسان يكون يوجد فيه الطفيلي لكن لا تظهر عليه أعراض سريرية، مع ذلك هو يكون عامل ناقل للمرض إلى شخص آخر. مثال عليها هو الانتقال العمودي للمرض vertical transmission للأمراض الولادية، عندما تكون الأم مصابة لا تظهر عليها أعراض سريرية ولكن مع ذلك قادرة على نقل الإصابة للطفل. النوع الأخير من الإصابة هو الأوتو إنفكشن أو العدوى الذاتية، اللي هي بالحقيقة لا تحتاج إلى ناقل، لا تحتاج إلى ناقل. مثال عليها هو الأصابع الملوثة، عند حركة الأصابع إلى الفم تحدث الإصابة بدون الحاجة إلى وجود ناقل. مثال عليها العدوى في البنبر، اللي تحدث عندما تكون الأصابع أو اليد ملوثة بالطفيلي، وأثناء الحركة الطبيعية حركة اليد إلى الفم تحدث الإصابة. طرق انتقال الإصابة الطفيليات، هناك عدة طرق ممكن أن تنتقل بها الطفيليات، منها أو أهمها هو الأورال ترانسميشن أو الانتقال عن طريق الفم، ويحدث هذا عن طريق المواد الغذائية والماء والأصابع الملوثة أو حتى عن طريق الأدوات الملوثة. بهذه الطريقة بالذات تشتهر الطفيليات المعوية بالانتقال بهذه الطريقة. مثال عليها هي الأميبا هيستولايتيكا، الأميبا الممرضة التي وباقي الطفيليات المعوية. ينتقل طور الكيس واللي يكون هو طور معدي عن طريق الفم بسبب تلوث المادة الغذائية بأكياس هذا الطفيلي. الطريقة الثانية المهمة هي السكين ترانسميشن. السكين ترانسميشن أو الانتقال عن طريق الجلد، ويحدث بعدة طرق أيضا، مثلا التربة ملوثة ببيوض الطفيليات، ويمشي شخص حافي القدمين في هذه التربة فقد تخترق تلك الطفيليات الجلد وتدخل وتسبب الإصابة. مثال عليها الهوكورن انفكشن، اللي تحدث عندما يمشي الشخص حافي القدمين في تربة ملوثة بحيث تدخل اليرقات إلى داخل الجسم. المثال الثاني هو داء الشستوسومياسيس أو البلهارزيا، اللي يحدث عندما يسبح شخص في مياه ملوثة بيرقات الشستوسوميا تخترق اليرقات الجلد وتسبب الإصابة بداء البلهارزيا أو الشستوسومياسيس. الطريقة الأخرى هي الفكتر ترانسميشن، وحكينا بشكل مفصل عن الفكترز أو النواقل. مثال عليها هو انتقال الملاريا عن طريق لسعات البعوض، بعوض الأنوفلس، أو انتقال داء الفلارياسيس أو الفلاريات عن طريق عضات بعوض الكيولكس. والفكتر قد يكون على عدة أنواع، أو ناقل ممكن يكون ناقل بيولوجي أو ميكانيكي. الطريق الآخر هو الدايركت ترانسميشن أو الانتقال
المباشر. هذا الانتقال يحدث من شخص إلى شخص person to person. مثال عليها هو الأميبا المسببة لالتهابات اللثة أو الجنجيفال أميبا اللي تنتقل عن طريق التقبيل، أو داء المشعرات المهبلية ترايكومونياسيس اللي يحدث عن طريق العلاقات الجنسية. طريق الانتقال الآخر هو الفيرتيكال ترانسميشن. الفيرتيكال ترانسميشن هو للتفريق عن الهوريزونتال ترانسميشن. الهوريزونتال هو انتقال، كل طريق الانتقال هي هوريزونتال، عدا الفيرتيكال اللي يقصد به هو انتقال المرض من الأم إلى الجنين. مثال عليها الأم إذا كانت مصابة بالملاريا قد تنقل الملاريا أو التوكسوبلازموسيس دار المقوسات، قد تنقل الإصابة إلى الجنين بشكل مباشر. الطريقة الأخرى هي الأياتروجينيك ترانسميشن، ويقصد بها هو انتقال المرض عن طريق عمليات الزرع النسيجي أو عن طريق عمليات نقل الدم. مثال شخص مصاب بالملاريا، ينقل دم من هذا الشخص إلى شخص سليم، الشخص السليم راح يستقبل الإصابة بالملاريا عن طريق نقل الدم، وكذلك داء التوكسوبلازموسيس بعد عمليات الزرع النسيجي. Pathogenesis of parasitic infections، طرق احداث المرض عن طريق الاصابه الطفيليه. بعض الطفيليات قد لا تحدث فيها اعراض سريريه، والبعض الاخر قد تظهر على المريض اعراض سريريه. مثال عليها الانتاميبا هيستراتيكا، قد توجد بشكل كائن مؤكل اللي هو الكومنسل، موجود بشكل طبيعي على سطوح الجسم، ولكن احيانا قد تؤدي هذه الاميبا الى ظهور اعراض سريريه، قد تشمل قد تكون هذه الاعراض اكيوت حاده سب اكيوت دون الحاده، او قد تكون مزمنه كرونيك، او قد لا تظهر اي اعراض على الرغم من وجود الطفيلين، الحاله نسميها لاتنت، او قد تكون راجعه ان الطفيلي يحدث الاصابه ثم يختفي ثم يحدث الاصابه من جديد، نسميها حالة الإصابة الراجعة. طرق أحداث المرض في الطفيليات أو في الإصابات الطفيلية تتعدد، نشرحها بشكل متسلسل. أولاً هي اللايتيك نيكروسيس أو التحلل التنخري أو التنخر التحللي. لايتيك هو تحلل، نيكروسيس هو التنخر الأنسجة. التنخر يقصد به هو موت الخلايا بسبب مسبب خارجي، كما في حالة الإصابة بالانتاميبا هيستراتيكا اللي تفرز الإنزيمات اللي تؤدي إلى تحلل الخلايا. الطريقة الثانية هي التروما أو الأذى المباشر للنسيج. مثال عليها التصاق الهوك ويرمز أو الديدان الشصية لجدار الأمعاء المخاطي، يؤدي إلى ضرر مباشر لهذا الجدار، وقد يؤدي إلى حالات نزف في موضع الإصابة أو موضع الالتصاق. الحالة الأخرى هو الالرجيك مانيفستيشن أو ظهور أعراض الحساسية. سبب الحساسية هو استجابة المضيف لوجود الطفيلي. استجابة المضيف مناعيا لوجود الطفيلي تؤدي إلى ظهور أعراض الحساسية. النوع الآخر من طرق أحداث الإصابة هو الفيزيكال اوبستراكشن أو الإعاقة الفيزيائية. مثال عليها وجود تجمعات من ديدان المستديرة الراوند ورمز تؤدي إلى انسداد الأمعاء بشكل فيزيائي. أيضا وجود البلازموديوم فالسيبارم المسبب للملاريا، طفيل الملاريا، يؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية التي تغذي الدماغ، كما في حالة الملاريا الدماغية السيربرال ملاريا. الطريقة الأخرى اللي تحدث بها طفيليات الإصابة هي الانفلاماتوري رياكشن أو التفاعل الالتهابي. سبب ظهور الأعراض السريرية في هذه الحالة بسبب التفاعلات الالتهابية أو التغيرات الالتهابية، استجابة المضيف لوجود الطفيلي. الطريقة الأخرى هي النيوبلاسيا. النيوبلاسيا معناها انتاج خلايا جديدة بشكل غير طبيعي، وهي نيوبلاسيا كلمة مقاربة للورم الخبيث.
بعض الطفيليات عند الإصابة بها تؤدي إلى حالة خبيثة، حالة ورم خبيث، كما في حالة الديدان الكبد اللي تؤدي إلى قسرطن قناة الصفراء البايل داكت كارسينوما. وأخيرا space occupying lesions اللي هي أضرار تؤدي إلى احتلال مناطق معينة من النسيج بشكل غير طبيعي. بعض الطفيليات تؤدي إلى ظهور إصابات تليفية. هاي الإصابات التليفية توجد بالنسيج بشكل غير طبيعي وتحتل مكان معين النسيج، مثال عليها الهايداتيد سيست اللي هي الأكياس المائية الناتجة عن الإصابة الطفيلية. ما دور المناعة في الإصابات الطفيلية؟ immunity in parasitic infections. مثلها مثل غيرها من الإصابات، الطفيليات تؤدي إلى ظهور استجابة مناعية لدى المضيف، لكن هذه الاستجابة المناعية تكون أقل فعالية من مثيلاتها في البكتيريا والفيروسات لعدة أسباب، لدرجة أنه المصاب بالطفيليات لا توجد مناعة للإصابة الجديدة. سبب هذه الحالة هو العامل الأول، أنه الباراسايتس أو الطفيليات أكبر من البكتيريا والفيروسات، أيضا تكون متنوعة من ناحية المستضدات، تكون متنوعة من ناحية المستضدات، لذلك الجهاز المناعي لا يمكنه التعامل أو تركيز انتباهه على المستضدات هذه المتعددة بالنسبة للطفيليات مثل ما يحدث بالبكتيريا والفيروسات، لأنه بالبكتيريا والفيروسات تكون المستضدات محدودة جدا بحيث يستطيع الجهاز المناعي للمضيف تركيز انتباهه على عدد قليل من المستضدات. العامل الآخر أنه البروتوزوا طفيليات ابتدائية تكون داخل الخلية أو قد تكون توجد في داخل البودي كافيتيز أو تجاويف الجسم. سبب وجودها هذا قد يشتت انتباه الجهاز المناعي أو لا يستطيع التركيز على الإصابات الطفيلية. أيضا وجودها في البودي كافيتيز أو تجاويف الجسم قد يعرقل وصول الجهاز المناعي ومهاجمتها في ذلك المكان. مثل ما تكلمنا أنه الإصابة الطفيلية لا تثير الجهاز المناعي لدرجة أنه يمنع الإصابة القادمة بهذا الطفيلي. بعد التخلص من الطفيلي ممكن أن يصاب المضيف بالإصابة الطفيلية من جديد، نسميها reinfection، حالة تكرار الإصابة. العامل الآخر أنه الطفيليات تكون متكيفة جداً للجهاز المناعي للمضيف اللي يصيبه، مثال عليها الملاريا اللي يصيب الإنسان، طفيل الملاريا يكون متكيف جداً للجهاز المناعي للإنسان بحيث يستطيع تجنب المهاجمة المناعية لهذا الطفيلي. طفيليات أخرى، العامل الآخر، طفيليات أخرى قد تظهر تغيرات جنينية عالية جداً، عفوا تغيرات جينية أنتيجينية متباينة جدا لدرجة تفادي المهاجمة المناعية من قبل المضيف. أخيرا، بعض الطفيليات جيدة في حالة التخفي الأنتيجيني أنتيجينيك ديسجايز، بحيث تختفي ولا يستطيع الجهاز المناعي كشفها لأنها تجيد التخفي المناعي. التمنيع ضد الإصابات الطفيلية أو فعالية اللقاحات ضد الطفيليات. لا توجد لقاحات فعالة ضد الإصابات الطفيلية، لكن بعض الجهود قائمة
في سبيل الكشف عن الانتيجينز او المستضادات التي تحملها الطفيليات مثل طفيلي الملاريا وانتاج لقاحات فعاله ضد الاصابه بهذه الطفيليات.